بين البيت وزيارة الأقارب، هذا مكان هو ما الفيد. الفيد بصح الإنسان يحاول ما استطاع أنه يوصل الأهل تاعو ويستغلهم، لكن زعما كاين بعض الأفراد تاع العائلة ما عنده شحال ما شافهمش، فالأحسن يستغل فرصة العيد يتصل بهم، يا مجرد مكالمة فقط وتدخل السرور على الأقارب. هذا مكان الحمد لله، الحمد لله جزو ما شاء الله، إن شاء الله ينادى على الأمة الإسلامية بخير وعلى عافية، وجوزنا العيد تاعنا يعني كما نقولوا مع رفامي، كملنا مع رفامي، هيا روحنا كملنا، هذيك هي تجيبها مع تحوشي مع الأصحاب ومع الأحباب، ونقول إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله يا رب العالمين. خرجنا من الخدمة والله ظلنا فترة باي، جوزنا أيام متشبين مع العيد على فامي عكارف العواشر، ما اللي ما تشبين ما تساوش كاع. واش درت فيهم؟ ماك تعرف لا فامي، فتنا لا فامي، حوسنا شويه مع اولادنا مع الجوارين مع الاحباب مع الام والاب. بون سانسيرمون كل واحد استفاد من روبو بيان سور، واحد ريح لا باس الحمد لله، كوم جات يومين وزيد يومين تاع الويكاند هذوما، يعني الانسان ريح لا باس الحمد لله. ابار سا ما كاش حاجه جديده ولا نورمال عادي. سانسيرمون والله غير قاديه من الاخر قاعدتك، واحد كان عيان كان لازم يروبوزي، هادي ما كاش حاجه زعما شغل هكذا اللي بانت كذا، ابار شغل واحد دار شويه ما على باليش انايا، حاجه خفيفه تاع زوج سوايع ثلاثه يخرج يضرب دوره يعاود يدخل يرقد، هادي هي تعرف لا شارج تاع العام وكذا، ومع الصيف ثانيك الانسان مع سخانه واحد يا ماشي. والله استفدت منهم غير رقاد باسكو عينا بزاف من السخانه، ونقولوا ان شاء الله ربي ان شاء الله يخفف علينا ان شاء الله. الحمد لله والله الحمد لله والله جات ثلاثه ربيع جالس مع سخانة بزاف كانت، الحمد لله عيدنا كاع لا فامي بيان والله الحمد لله. والله الحمد لله سيرتو مع تاع الخدمة ومنا والله الحمد لله ريحنا الحمد لله. بون ريحنا بون شفنا لا فامي ديالنا، بون بيان سور رحنا بون زورنا ان بو بارتو. الدوزيام جور بون سي لا ميم شوز، والتروازيام جور بون ريحنا، واليوم جينا هنايا نحوس شويه. قلت لك ثلاثة ايام تاع العيد هذوما انا جوزتهم هنا في الجزائر، انا من الشرق اصلي من بير العاتر ولايه بسه. الله يبارك ملاحه امام هنا في الجزائر العيد باهي ما شاء الله، الله يبارك. هذاك مكان جوزنا العيد تخي تخي بيان الحمد لله، كانوا يومين تاع العيد بلوس هاد الجمعه والسبت مع اربع ايام، ذبحنا فرحنا اون فامي كامل كيف كيف. هذا ما كان استفدنا منهم، تلاقينا جمعنا، عندنا بزاف ما تلاقيناش، ولينا نتلاقاو غير في الفرح، هذا ما كان ما كانش ملاقاة كامل الحمد لله يا ربي، ان شاء الله العقوبة كل عام ان شاء الله، ان شاء الله ربي يفرحنا. هذا ما كان شوينا ذبحنا من الناس دخلنا وما شوينا ريحنا وبوزينا شويه من الخدمه على بريسيون تعرف. نهار العيد جوزنا انتيك منايا، كلينا الكبده منايا، ذبحنا الكبش، غفرنا الفاميليا الجيران من هنايا انتيك، رحنا زرنا الاقارب، زرنا الفاميليا لا غروند فامي من هنايا، ولا بتيت فامي باينه سلمنا عليهم من هنايا. ثلاث ايام جوزناهم كيما كامل العياد والحمد لله فهمت، وشفنا الفاميليا عيطنا الفاميليا، وهذه هي كيما كامل سير الاعوام وخلاص. هذه هي كيفاش نستفاد ما فهمتش، شويه روبو شويه، وكان كاكي مالاد يعني فهمت الحمد لله. واش تريح ثلاث ايام هادو روبوزيت بيان، ريحت من الخدمه سلخنا شايف يا خو، دوكا درنا كاع بريبارينا الحالات تو، وبيان اون بيان مونجي وبيان خيف، والله الحمد لله ستي بيان باسي بيان سور استفدت الحمد لله. ثلاث ايام هادو اللي عطاوهم لنا الحمد لله يا خو، كانوا يومين مع الاول ثلاث ايام مليحه يا اخو والله الحمد لله. هادو ثلاث ايام استفدت منهم بزاف، رحنا شفنا الاقارب لا فامي سيرة الرحم اي تو كواك سوالي في القلب في القلب. كما نقولوا ذبحنا عياده تقربنا الله تعالى، وثلاث ايام ريحنا وروبوزينا ومع ذبيحه وسليخ وكاع صوالح ومع الشوا كلش درنا كلش استفدنا في الراحه شويه صوالح. والله غير تخبي الحمد لله يا ربي، استفدنا بزاف كل يوم نستفادوا عفايس جدد سيرتو في العيد الكبير. صباح نوضنا صلينا صلاة العيد، ومن بعد جزنا الذبيحة، ذبحنا هذاك هو ديبرينا، ومن بعد رحنا
تعرف نقينا الأضحية وكذا، الحشية درنا فيها شواء شوينا، ومن بعد الأيامات اللي جازو جوزناهم نورمال ملمة هكذا بين خاوة. هاد لي تخوا جوغ ألوغ بون جوزنا العيد مع لا فامي مع مي بو بارون، وبعد لا فامي بيان سور لا فامي تاع ما مير، و نروحو غير لا فامي توت فاصون.